رصد مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحسن وضع مصر في تقرير المهارات العالمي الصادر عن مؤسسة كورسيرا في يونيو 2021. أشار المركز إلى أن مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الترتيب 47 من بين 108 دول عالمية في مجال مهارات الأعمال. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية دعنا إذا سمحت لي أن نوضح للمشاهد الكريم ما هو تقييم أو مؤسسة كورسيرا. دكتور كريم تفضل. يعني طبعا هي إحدى المؤسسات يعني بنقول عليها الرائدة في مجال التعليم عبر الإنترنت في العالم، فيها عشرات الملايين من المتابعين أو المتدربين، وهي بتقوم بدور نوع من أنواع تقييم يعني نوع تقييم المهارات، أو وضعت تقرير اسمه مؤشر المهارات العالمي، وده طبعا بيرصد ويوضح مدى ارتباط الكفاءات العليا بالمهارات بالتجارة وبالاقتصاد، يعني مدى العلاقة بين القوى العاملة مثلا أو المساواة وعلاقة المهارات عامة بنمو الناتج المحلي الإجمالي أو زيادة عدد الشركات أو مناخ الأعمال. وبناء عليه طبعا احنا زي ما نقول هو بيقيس الأداء وبيقيس المهارة، بيحددهم في مجموعة من المجالات العلمية المرتبطة بالأعمال التجارية زي التكنولوجيا، الاتصالات، وعلوم البيانات، والمواهب التجارية اللي احنا ممكن يعني نستخدمها في تحليل البيانات المرتبطة بالتجارة. طبعا يعني وفقا لهذا المؤشر، حتى لا أطيل في التفاصيل الفنية، وفقا لهذا المؤشر طبعا وضعت مصر في يعني مرتبة من ضمن 10 دول تنافسية في الشرق الأوسط. وطبعا مصر يعني يمكن وفقا لهذا المؤشر يمكن حصل لها نوع من أنواع التطوير في يعني تطوير تقييمها في المؤشر عن السنوات السابقة. طيب دكتور كريم، أنا بعتذر عن المقاطعة، ولكن يعني قبل الحديث عن الشأن المصري وترتيب مصر في هذه المؤسسة، خليني أفهم من حضرتك، هل تسمعني دكتور كريم؟ دكتور كريم هل ما زلت معي؟ أيوة يا فندم. نعم حضرتك سمعني كويس يا فندم؟ أيوة فندم. السؤال مرة أخرى. قبل الحديث عن الشأن المصري وترتيب مصر في هذه المؤسسة، خلينا نفهم من حضرتك ونوضح أيضا المشاهد الكريم ما هي المعايير اللي بيتم وضعها لترتيب الدول في هذه المؤسسة. إحنا بنتكلم عن شأن اقتصادي تجاري استثماري، ما هي المعايير الداخلية للترتيب دكتور كريم؟ طبعا أنا يعني زي ما قلت هي مقسمة المعايير الداخلية، بتضع مجموعة من المجالات العلمية، وعلى أساس هذه المجالات بتعمل نوع من أنواع التقييم والاستقصاء، وعمل يعني مجموعة من التحليلات الداخلية للقائمين في السوق المصري أو القائمين على إدارة الشركات وربط سوق العمل. يعني هي بالأساس هل الموجودين في سوق العمل لديهم المهارات والتعليم الكافي، أو نقول عليه مثلا على سبيل المثال المهارات العليا التي تستخدم في مجال الأعمال ومناخ الأعمال، هل هي تتناسب مع الوضع ولا لا؟ كمان كان التقرير هذا العام كان في جزء جديد مدى قدرة التعليم والتدريب والمهارات في التعامل مع أزمة كورونا، وإحنا هل قدرت الدول تتعامل مع تلك الأزمة أو تستخدم مهاراتها ومهارات العاملين فيها في تحليل البيانات اللازمة وتوظيفها في مجال الاقتصاد والأعمال التجارية ولا لا؟ كل دي بتعتبر أيضا معايير. كمان إن المنصة دي أو التقرير ده مقسم الدول إلى دول متقدمة، إلى 4 تقسيمات: دول متقدمة ودول ناشئة ودول متأخرة ودول تنافسية، وبناء عليه بيشوف هل تلك الدول بتحقق تقدما كل عام عن العام الذي يسبقه ولا لا، وفقا ل 11 مجال زي ما قلت لحضرتك مرتبطه بالتكنولوجيا والتعليم والتدريب وعلوم البيانات وهكذا. طيب بالحديث عن مصر وترتيبها في هذا التقييم او في هذه المؤسسه دكتور كريم، ما هي المعايير ايضا، او بالتاكيد يعني هذا الترتيب فسر الى عدد من التقييمات والمعايير اللي على اساسها تم اختيار مصر ضمن ال10 دول التنافسيه في المجال التنافسي؟ طبعا بالفعل. طبعا يعني برضه لازم يعني نضع في الصوره ان يعني المجال التنافسي يعني معناه مدى قدره بصفه عامه سواء هذا التقرير او سواء تقرير التنافسيه العالميه، ده بيضع في الاعتبار مدى قدره الاقتصاد الدوله سواء كان الاقتصاد المصري او غيره والتعامل مع التحديات العالميه، وايه الاجراءات
الضوابط اللي انت تقدر تقوم بيها او اللي انت وضحتها في دولتك علشان تتطور عن العام الذي يسبقه، لان طبعا المجال الاقتصاد ومجال الاعمال فيه تطورات والعالم يتطور ويتقدم وممكن تظهر لك بعض العوائق او بعض المشاكل، فانت ايه الاجراءات الاقتصاديه اللي انت ممكن تقوم بيها تقدر تحل من تلك الازمه؟ ده جزء. ايضا الجزء الاخر، هل في تطوير وفي تحسين من مناخ الاعمال في عام عن عام، وهل يتم بشكل دوري حل المشاكل او تقليل وطأة الامور السلبيه التي بتواجهك؟ ده بيعتبر ايضا جزء من يعني من الاجراءات او جزء من الامور او الضوابط اللي بتضعها التقارير. طبعا كان وضع التقارير عدد من يعني كان من ضمن تحليلاته او تصوراته ان فيما يخص الشان الداخلي ان في مراحل متطوره من التعليم والتدريب للقائمين او العاملين او المرتبطين بالاقتصاد المصري، وانك انت كل ما بتزيد مهارات المتعلمين والمتدربين وتزود لهم وتعمل عمليه تحليل اكبر للبيانات وتصل لقاعده بيانات اكبر وتعمل تحليل اكبر للبيانات والمعلومات المرتبطه بالمجال الاقتصادي، ده في النهايه بينعكس على معدل نمو الناتج المحلي. نعم، طيب يعني يمكن حضرتك ذكرت ايضا انه من ضمن معايير هذا التقرير ما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات وايضا التعليم والصحه. التقييم يعني الخاص بمصر في هذه المجالات في المؤسسه كيف اتى يا دكتور؟ يعني طبعا يمكن في وفقا لمجال التكنولوجيا وعلوم البيانات او تحليل البيانات، يمكن مصر كانت حصلت على الترتيب ال 47 تقريبا من ضمن 118 دوله تقريبا، يعني ده يعني نقدر نقول عليه ترتيب معقول. ايضا يعني كان هي النقطه البارزه في هذا التقرير ان مصر كانت من ضمن 10 دول في منطقه الشرق الاوسط يعني بنقول عليها تنافسيه، معناها ايه تنافسيه؟ انها قامت بمجموعه من الاجراءات والخطط والتصورات اللي هي خلتها يعني في مرحله تنافسيه او في تطور في تلك الامور او في تطور فيها في هذا القطاع الحيوي اللي هو تحليل البيانات والتكنولوجيا المرتبطه بالتجاره وبالاقتصاد. نعم، اخيرا دكتور كريم، يعني وصول مصر الى هذا الترتيب ان كان 47 من بين 108 دول عالميه او من بين 10 دول تنافسيه في الشرق الاوسط، الى اي مدى يؤكد على ان مصر تسير في الطريق الصحيح من الناحيه الاقتصاديه والاستثماريه وعمليه التطور في عده مجالات يا دكتور؟ طبعا يعني هو انا زي ما بقول ان هذا التقرير مش جاي منفصل عن باقي التقارير صحيح. التي بتصدر من مؤسسات دوليه، ولكن هي بتاكد يعني الاتجاه الجيد او التطور اللي بيحصل في التقارير الدوليه اللي دايما بتتحدث عن الاجراءات الايجابيه اللي بتحدث في الاقتصاد المصري. طبعا يعني انا برضو لازم نضع في الصوره ان تلك التقارير اذا كانت بترتب الدول او بتضع تصورات، ده احنا بنتحدث عن سنه سابقه، معناه ان في اجراءات جديده واجراءات تنافسيه واجراءات ساعدة الاقتصاد المصري في السنه السابقه، واذا انت يعني وقفت مكانك وما بذلتش اي نوع من انواع المجهود مرات اخرى ترتيبك في التقرير يعني هيتاخر، ولكن ده معناه ان كل سنه في مجموعه ومجموعه من الاجراءات ومجموعه من يعني التصورات والخطط اللي كل ما بتقوم بيها الدوله المصريه ده بيخلي يعني ترتيبها في مصر بيرتفع وبيزيد عن يعني باقي الدول او عن باقي الدول اللي هي برضه بتقوم بنوع من انواع التحسينات، يعني انت بيبقى ترتيبك في تقرير التنافسيه ان مجموع الدول قاموا كلهم بتحسينات في مناخ الاعمال، ولكن انت كنت من اكثر الدول التي عملت مجموعه من الاجراءات اللي ادت الى تحسن مناخ الاعمال بصفه عامه. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف في هذه الساعه، شكرا لك.